شامس. شامس دي اللي هي الميرج ما بين سي في ريب فاونديشن وبين باريس سود سنتر، في اكبر سنتر الاسطره في باريس وفي العالم، وفي اورو يوروب في العالم. مجموعه تيري ليفيفر، بنار شافاليه، وتوماس وبرنارد حكيم، يعني مجموعه كبيره جدا جدا. احنا الحقيقه رحنا قبل كده كسي في ريب فاونديشنز، رحنا مرتين، شفنا اون سايت وقعدنا ورك شوبس عندهم يومين للاكتيفيتيز اللي بتعمل على اللايف في المستشفى دي. بعد كده تطرق لنا ان احنا نعمل شامس ما بيننا وبينهم، بين السي في راب وبين الباريسود، ونشوف قصه. كان في 2019 عملنا فيزيكال، 2020 عملنا فيرتشوال، والسنه دي 4 و5 مارس هنعمل الهايبرد. زي المده بقى 2021 يبقى كله معظمه هايبرد، يعني لغايه ما نقرب ونبقى فيزيكال. السنه دي هو سترونج بروجرام، في 4 سيشنز، يومين، حاجتين الخميس وحاجتين الجمعه. اللوكال بتاعنا كل الاساتذه الانترفنشن كارديولوجي الموجودين الكبار موجودين في مصر، مع اليونج جينيريشنز والاتندي وانتر اكتيف سكشنز. هيبقى في بوينتس كتيره جدا، اولا على التيبس اند تريكس في كومبلكس بي سي اي، زي مثلا الليفت مين، البايفركيشنز، الكالسيفيكيشن، السي تي اوز، المالتي فيسلز والتورشويستي، وبعدين الاسكيميا ترايل، وازاي نعمل، هل ده كل الناس هيخش يعملوا بي سي اي ولا يعملوا ميديكال تريتمنتس في الاسكيميا ترايل الجديده. وبعدين عندهم حاجه تانية، عندنا الايمجنج، هيبقى في الايمجنج الام ار اي والمالتي سلايس سي تي والبانكشرز والليفت اتريا كلوجر ديفايس جايدد بانكشرز بالايمجنج ازاي. اند ذن ذا ستراكشر هارت ديزيز، سواء بقى التافي او الميترال كريب او تريكاسبيد انيروبلاستي موجود بالقسطره نفسها، والميكسد كومبينيشن ليفت اتريا كلوجرز والبي اف او. كل الكلام ده موجود في سيشنز قويه جدا ان شاء الله من 4 ل 5 مارس. مستنيينكم ان انتم سواء بقى فيرتشوال او سواء فيزيكال، عشان نكمل المنظومه بتاعه الانترفنشن كارديولوجي الحقيقه اللي قايم بيها سي في ريب. انا برضو بشكر الشركه المنظمه، شركه ايكوم، على التنظيم التكنيكال والبريباريشنز، وبشكر السبونسرز في الميتنج دوت، وربنا يوفقنا ان شاء الله.